لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كنت متفق معاه ان انا اقول سعر، بس حصل لي موقف انزل السعر، حبيت اقوله لكم. اتفضل يا حبيبي اتفضل. بعد التحية وبعد السلام جايين نبدأ المزاد ب 200,000 دولار، مين يزود؟ 1 مليون دولار. أنت كده جامد يعني؟ مليون دولار عند مستر حرنكش، مين يزود؟ مليون ونص دولار. مليون ونص دولار عند شرقاوي بيه؟ ده كده متسرعة، لعيبة قدروا إن هم رغم التعادل يفرحونا، الزمالك ولعيبة الزمالك فوق أي حد، وأي حد يقطع في الزمالك أنا اللي هقفله. في إيه؟ في حد يستقبل حد؟ أيوه. تعملي إيه؟ طم تا 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 يا نوزة عمدال على السلام. ايه؟ عمدال ايه؟ وبالفعل تم النهاردة مقابلة النادي السويسري، والنادي السويسري موافق على اتمام الصفقة، ودلوقتي الكلام في الفلوس. طب ليه ما يكونش مدافع؟ انا يعني انا شايف ان النادي الاهلي في حاجة بس. لمدافع في حاجة الاخير وبحسن حال وحشتني جدا، بقالنا كتير ما دخلناش المطبخ سوا، عملنا اكل النهاردة، نعمل اكلة قوية جدا، وهي الحمام الكذاب، ومش هنعمله بأي طريقة، هنعمله بطريقة ان شاء الله تعجبكم. في 6 جيجا رام و128 جيجا ذاكره داخليه ويو اس بي سي وشاشه بنوتش ووتر دروب واستحواذها كويس، البصمه شغاله بشكل كويس جدا، والكلام ده كله ب 2500 جنيه. هتكلم بصفتي زملكاوي ومتربي في النادي ده من وانا عندي 10 سنين. طبعا انا شايف ان اللعيبه انت بتخلق الاعذار للعيبه ان هي والخيال. شغلت قصة الحوت الأزرق رواد التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وصارت الأكثر تداولا على السوشيال ميديا في مصر وليبيا والسعودية. القصة أو القصة بين التأويل والتحليلات عملت ضجة، وهي بصراحة أصلا غريبة. شوفوا المقاطع اللي انتشرت وأرجع لكم بالتفاصيل. الكبرى وقبل بداية الميركاتو الشتوي اللي هيكون ساخن جدا الأسبوع ده كانت لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.